الأمناء العامين الذين استشهدوا جميعهم في عمليات قتل، عملية اغتيال، والسيد حسن نصر الله في عملية قصف شديد. ولكن ما يميز الشهيد القائد يحيى السنوار أنه كان يلبس الجعبة ويقاتل، وكأنه يقول أنني جند من جند الله يقاتل مع هذا المقاتلين الموجودين في غزة. نعم، إنه كان شجاعاً في حتى في استشهاده، وكيف لآخر نفس وآخر روح في جسمه يضرب هذه الطائرة المسيرة التي دخلت من الشباك ويضربها بالخشب. هذا هو القتال حتى آخر نفس. فكان استشهاد السنوار شيء كبير بالنسبة للقضية الفلسطينية، وبالنسبة له كشخص كشخص الذي عاش في السجون الصهيونية 22 عاما، فكانت هذه الشجاعة موجودة عند الشعب الفلسطيني وعند قيادته، ولكن هو تميز بها بشيء أكبر منه.